احدى الاخوان يسال يقول عن يسال عن صوم ستة ايام من شوال. الروايات اللي وارده في استحباب صوم ستة ايام من شوال غير نقية السند، يعني سندها بإشكال مو صحيحة السند. إذا أراد واحد يصوم هذه الستة أيام باعتبار أنه استحباب صوم هذه الأيام مو ثابت، فيصومها إذا أراد يصومها يصومها برجاء المطلوبية، يصوم هاي الستة أيام إما متتابعة يوم بعد يوم أو متفرقة. إذا أراد يصومها يصومها بعد مضي ثلاثة أيام من العيد، بعد مضي ثلاثة أيام من العيد إذا أراد يصوم هذه الأيام الستة متفرقة أو لا على نحو التتابع يصومها بعد مضي ثلاثة أيام من العيد.